الأحفاد الإصلاح عفوا. وأنا أعد معادلة السلام الأوكرانية استندت إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحدها، مبادئ الأمم المتحدة في ميثاقها والقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة. هذا ما يمكن، ما مكن إعداد معادلة السلام الأوكرانية واستحالتها إلى معادلة دولية. الدول التي تشارك في هذه المعادلة تعلم أنها تعمل لصالح النظام الدولي القائم على القواعد لحماية وحدة الأراضي وسيادة الدول وحماية حقوق الإنسان ومنع العدوان والجرائم الإبادة. ومن الطبيعي أن تكون هذه الجهود مبذولة في هذه القاعة، في قاعة مجلس الأمن، وحتى إلى حد كبير في قاعة الجمعية العامة. إن كان إصلاح المؤسسات الأممية ضروري لذلك، علينا ألا نخشى هذه الإصلاحات. نحن مستعدون للعمل مع الأعضاء في الأمم المتحدة الذين انضموا إلى معادلة السلام للعمل على مسودات القرارات والتعديلات الضرورية في ميثاق الأمم المتحدة. اسمحوا لي أن أوضح للجميع في العالم ما تقترحه أوكرانيا عند مخاطبة أمم العالم ودعوتها للانضمام إلى تنفيذ معادلة السلام. كل دولة قادرة على أن تبرهن عن قيادتها في إطار نقطة أو النقاط كلها في معادلة السلام هذه. يمكننا إنشاء المجموعات على أساس النقاط المختلفة في المعادلة، ويمكن تعيين مستشارين في الأمن القومي لتمثيل رؤساء الدول. هذه المجموعات سيطلب منها إعداد قائمة من القرارات والمقترحات التشريعية لتنفيذ هذه المعادلة. نحن مستعدون لعقد 10 مؤتمرات على مستوى المستشارين بحسب النقاط 10 الواردة في معادلة السلام، ثم قمة على مستوى الرؤساء، وبعد ذلك نعد مسودة ونقدمها لرؤساء الدول للنظر فيها في هذه القمة. وبالتالي كافة الدول في العالم التي تحترم السلام يمكنها أن تشارك بشكل نشط في إعادة السلام. التعاون دائما المصطلح الرئيسي بالنسبة.